بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. في صحبة الجامع الصحيح للإمام البخاري، إحنا ما زلنا في رحلتنا في تصفح كتاب الإيمان. إحنا لسه في كتاب الإيمان داخل الجامع الصحيح. هناخد اليوم إن شاء الله نموذج تاني من أبواب كتاب الإيمان، وهو باب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وتحت هذا الباب أخرج الإمام البخاري بسنده حديثين. أول حديث في باب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، قال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وأخرج الإمام البخاري حديثا آخر تحت الباب برضو، حديث آخر بسنده عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يعني الرواية الثانية فيها زيادة والناس أجمعين، وجت الرواية بدون قسم زي الرواية الأولى اللي هو ورد في الرواية الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده. وإحنا بنرصد كده وبنتابع الجامع الصحيح وبنشوف وبنحاول نفهم من ترجمة الإمام البخاري لهذا الباب، الترجمة يعني العنوان اللي وضعه الإمام البخاري أول الباب، العنوان كان حب الرسول من الإيمان. طبعا إحنا في كتاب الإيمان باب، أحد أبواب كتاب الإيمان، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان. موضوع الحديثين هو إن محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، وهي مقرونة بمحبة الله عز وجل، حتى إن رب العالمين سبحانه وتعالى قد توعد من قدم على محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أي شيء من الأمور المحبوبة في طبع الإنسان. الإنسان بطبيعة الحال عنده حب للأقارب، حب للأموال، عنده حب لأشياء كثيرة في هذه الحياة الدنيا، وهي مواد الامتحان بتاعته في هذه الحياة. ربنا سبحانه وتعالى حذرنا فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. صدق الله العظيم. يعني المؤمن لا يكون مؤمنا كاملا حتى يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق. ومحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة مرسله وهو المولى سبحانه وتعالى، والمحبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مش محبة الدعاء، مش أنا أقول أنا أحب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، جميل، لكن حقيقة المحبة ليست بالقول، إنما هي محبة اتباع. المؤمن اللي محب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
معناه إنه محب لطرائقه، محب لسننه في كل شيء، لأن المحبة الصحيحة الصادقة بتقتضي إن أنا أتابع وتقتضي المتابعة لمن أحب والموافقة في حب المحبوبات التي يحبها الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. المحبة الصادقة كذلك زي ما بتخليني أحب المحبوبات التي يرضى عنها الله تعالى ورسوله، في نفس الوقت بغض المكروهات التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت في طريقك، في رحلتك في الحياة الدنيا، لاحظ المحبة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر ما اقتفيت أثر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقدمت اتباع طرائق النبي وسنن النبي صلى الله عليه وسلم عن الهوى والشهوات والمحبوبات المغروسة في طبع الإنسان. وكل ما الإنسان بيزداد بيدرب نفسه هتبقى فيزداد الذين آمنوا إيمانا بتصديقهم لهذا الإيمان عن طريق إيه؟ عن طريق إن أنا أعمل المأمورات اللي رب العالمين سبحانه وتعالى أمرني بها، وإن أنا أجتنب الممنوعات اللي رب العالمين سبحانه وتعالى نهاني وحذرني إن أنا أقترب منها. باب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، باب ذكره الإمام البخاري في كتاب الإيمان. المحبة هي الموافقة في جميع الأحوال، فإذا كان الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم صادق فده هيحمل، أو لابد إن المحبة الصادقة دي في قلب الإنسان تحمله، تدفع به أو تدفع بصاحبه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وإنه يعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعلامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إنه عند تعارض طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أوامره مع أي داع آخر يدعو إلى مخالفة رسول الله أو يدعو إلى غيرها، شيء تاني غير اللي أمر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأشياء المحبوبة لنفس الإنسان لو الإنسان ده قدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على أي حاجة تانية بتخالف أو بتمشي في طريق بعيد عنه، يبقى ده كان دليل على صحة محبته للرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قدم الإنسان على طاعته وامتثال أوامره أي شيء تاني من الأشياء المحبوبة للإنسان دل ذلك وفيها مخالفة للهدي الشريف، بيدل ذلك على عدم إتيانه بالإيمان التام الواجب عليه. ومن محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر سنته والذب عن شريعته، وتمني الإنسان لو إنه كان يحضر حياة النبي عليه الصلاة والسلام فيبذل ماله فيبذل هو ماله ونفسه دونه صلى الله عليه وسلم. والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصح إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته. كل ده يعني هو عالي في قلبي وفي نفسي وفي وجداني على ولدي وعلى أهلي، على أبي وعلى أمي وعلى إخواني وعلى إخوتي وعلى سائر من أحب وأفضل. هو المقدم دائما في القلب، الله ورسوله، حتى يصل الإنسان ويترقى الإنسان المؤمن في أبواب الإيمان. والحديثين اللي جابهم أو الذي أتى بهم الإمام البخاري وأخرجهما في صحيحه بسنده رضي الله تعالى عنه في كتاب الإيمان، باب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، استند على الحديثين دول أهل العلم في جواز الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا البعض شايف إن دي بدعة وإنه ده شيء ما ينفعش، إنه
برغم ان احنا كيف سنحتفل يعني، ما نفرح حتى وان كان بطعام او بشراب او باي شيء، وبنعمل طاعات نقتدي ونهتدي بها فيها بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بيصوم سيدنا يوم الاثنين، ولما يسأل يقول هذا يوم ولدت فيه، فكان بيحييه بالطاعة والعبادة. استند العلماء على الحديثين دول لأنه الفرح بيوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من مقتضيات، من العلامات الدالة على محبة رسول الله وتعظيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه إذا كان هناك فرح بيوم مولده الشريف صلى الله عليه وسلم، إيه الباعث على الفرح ده؟ إيه السبب إن أنا أفرح؟ هو إني محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الاحتفال نابع من المحبة الحقيقية التي هي من الإيمان. ولذلك وضع الإمام البخاري هذين الحديثين في صحيحه تحت كتاب الإيمان، باب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وده من فقه وفهم الإمام البخاري، عشان كده دايما بنأكد على هذا المعنى. لما نتصفح كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري نتدبر عناوين الكتب والأبواب، وبالذات عناوين التراجم دي اللي هي عناوين الأبواب، هي فهم الإمام البخاري لمضمون موضوع الحديث الشريف الذي يضعه الإمام البخاري وفق شروطه في صحيحه ضمن الكتب والأبواب، وفق كذلك ما نظم ونسق داخل الجامع الصحيح. فلما حط الإمام البخاري هذين الحديثين لمعاني الإيمان وشعبه المترتبة على محبة رسول الله، واللي من أعظمها طبعا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختاما نذكر بالحديثين اللذين أخرجهما الإمام البخاري بسنده في صحيحه عن أبي هريرة، أول حديث عن أبي هريرة، والحديث الآخر عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنهما. أول حديث أخرجه عن الإمام البخاري، أخرجه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. والحديث الآخر الذي أخرجه الإمام البخاري بسنده عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدقت يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين.